إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السنة في ذلك وتذكرنا بهذه السنة. نعم، الله سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهنا التكبير أمر إلهي، أن يحمد الله سبحانه وتعالى العبد على ما أنعم الله به عليه من إتمام هذا الصيام والقيام، وأنه يكبر الله سبحانه وتعالى. وهذا التكبير يستمر طيلة هذه الليلة، يرفع بها أصواتهم الرجال بدون اجتماع، يعني ما يجتمع مجموعة ويكبرون مع بعض، لا، ويسر بها النساء إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. فنحيي هذه الشعيرة وتضج بها بيوتنا وتضج بها سككنا وطرقنا ومحلاتنا تحقيقا لما أمر الله سبحانه وتعالى به. وهذا الأمر يحقق لنا قضية الشكر، لعلكم تشكرون، لأن هذا لما تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة يزيدك بالخير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فتجد في نفسك سبحان الله العظيم بعد هذه النعمة الانقياد والزيادة في العمل، فتقول في نفسك سبحان الله العظيم كنت بالأمس ما أحب السنن، والآن أجد في نفسي دافع، الآن أشتاق للصيام ست شوال، أشتاق لي أن أستمر على هذا الخير. ليه؟ لأنك شكرت الله فزادك من الخير. فنحيي هذه الشعيرة وهذه العبادة وهي التكبير لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، فتذكر الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن لم يعني نذكر الله سبحانه وتعالى يذكرنا. لو قيل لك الآن أنك في مجلس من المجالس وأنتم جالسين في الواقع ذكرت في مجلس من المجالس وقالوا امدحوك وكذا وكذا وكذا، يمكن النفس وهذه طبعه سجع طبيعة في الإنسان. لكن أن يذكرك الله سبحانه وتعالى وهو القائل فاذكروني أذكركم، أذكرني الله فوق سبع سماوات؟ قال نعم. فذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله يجعل الله يذكرك ويذكرك في ملأ خير منهم، كما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. يعني الآن الشيخ أنا متاح التكبير كل وقت، كل وقت إلين صلاة العيد. إلين صلاة العيد بعدها يصير مقيد بعد الصلوات؟ لا، هذا التقييد في قضية الحج وما الحج. عشر ذي الحجة إلين صلاة العيد وخلاص. نعم. طيب الشيخ كلمة اللي تركوا هذه السنة ولا السنة مهجورة؟ أي والله كلمة لعلهم. شوف حقيقة ما تركت السنن إلا لوجود ما يناقضها، فلما انشغلوا الناس يعني تجد يعني نعمة أعطانا الله الجوال، صح ولا لا؟ صحيح. فلما انشغلنا بكثير انشغلنا عن الذكر، انشغلنا عن أشياء. وأنا أقول نصيحة وأرسلت كذا مرة في الحياة، قلت يا أخي فتحت الجوال زين ما في مانع، وانت محاسب سترى خير ولا شر، لكن قبل كل هذا كله مدان انت فيه موجود عندك القران، ابدا حياتك اول بصفحه او صفحتين من القران من هذا الجوال. صح. فربما تمر على ايه تنهاك عن شيء تريد فعله بعد هذا الشيء، فانت ابدا افتح الحمد لله رب العالمين، الفاتحه، قصار الصور، يعني لا تحرم نفسك، والله لا تحرم نفسك من هذا القران. فما إنسان انشغل بهذا القرآن إلا الله سبحانه وتعالى فتح له من الخير. يقول أحدهم يقول يعني لما يحدثون أول يقولون كان السلف يحرصون حرصا شديد على أنهم يعني يقرؤون القرآن في كل أسبوع وفي ذا، وإذا دخلت العشر ختموا في يوم. قلت هذا وين؟ يقول يوم جربت، يقول شخص يقول يوم جربت تسع ساعات وختمت، ختم القرآن، ختم القرآن في يوم. انت بس بر نفسك ربك، بس اعرض نفسك لربك وبيعطيك. يقولون يا شيخ ان واحد سال شايب قال له كيف حال السلف مع القران؟ قال مثل حالكم مع الجو. الله كلمه.